يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول قياسا على قراءة سورة قاف في خطبة الجمعة، هل يجوز الاقتصار في خطبة الجمعة على سورة العصر لأنها سورة جامعة كافية؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد ما يقرأ في خطبة الجمعة من القرآن، لم يحدد هذا، فإن قرأ بسورة قاف ما هو بيقرأها كلها، يقرأ منها في كل جمعة، يقرأ منها أو من غيرها ما يناسب موضوع الخطبة، ما يناسب موضوع الخطبة. نعم.